اهلا وسهلا بيك يا شباب، معاكم محمد الجمال من تيم 5 ميديكس، وهنتكلم النهارده باذن الله عن محاضره البكتيريا ريزيستنت تو كيموثيرابيوتيك ايجنت او تو انتيبيوتيك ايجنت. في المحاضره اللي فاتت اتكلمنا عن الميكانيزم بتاعت الانتيبيوتيك وازاي الانتيبيوتيك بيعرف ان هو يشتغل عندي على البكتيريا ويدمرها، ماشي. وكنا بنقول يا اما بكتيريا سايدال يا اما بكتيريا ستاتيك، ماشي. في المحاضرة دي دلوقتي بقى هنتكلم عن الرد بتاع البكتيريا، يعني البكتيريا مش هتسكت، البكتيريا بتقوم جاية عاملة ريزيستنت ليه الانتي بيوتيك ده. ففي اكتر من ميكانيزم بيشتغل بيها الايه او بتشتغل بيها البكتيريا عشان تعمل ريزيستنت. قال لك ان احنا في الاول بنقسم الاوريجين اوف ريزيستنس الى حاجة من حاجتين، حاجات نون جيناتيك ده بالنسبة للبكتيريا، او حاجات جيناتيك. قال لك الحاجات اللي مش جيناتيك بتكون ناتشرال او انهيرتد. اضرب لك مثال، انت عندك القطط بتكون بتحب السمك، ماشي، وبتاكله، لكن الفكره ان هي ما تعرفش تروح تصطاد السمك ده من الايه، من البحر، لانها بتكره برضو الايه، بتكره برضو الميه. فالميه تعتبر عائق للقطه ان هي تعرف تاكل الايه، تاكل السمك. فانت عندك الانتيبيوتيك بيحب يروح يموت البكتيريا، لكن نفترض مثلا ان البكتيريا دي او نوع الانتيبيوتيك ده كان سيل وول انهيبيتور، ماشي، وراح يشتغل عندي على بكتيريا اسمها مايكوبلازما. واحنا كنا خدنا في اول محاضره خالص ان كانت المايكوبلازما اكسبشن، ما كانش موجود فيها ايه، ما كانش موجود فيها سيل وول، فبالتالي الانتيبيوتيك ده مش هيعرف يشتغل عليها. دي حاجه انهيرتد، دي حاجه احنا عارفينها من قبل ايه، من قبل ما يعني قبل ما نشتغل. يعني لو في واحد عنده انفكشن بواسطه المايكوبلازما وانت رحت اديته سيل وول انهبيتور، تبقى انت شخص مش ذكي، لان خلاص متوقع ان انت خلاص بتدي سيل وول انهبيتور على واحده ما عندهاش سيل وول، اكيد مش هتموت يعني، ماشي. هي نفس الفكره كده بالظبط، دي حاجه انهيرتد او ناتشرال، وبتكون بريدكتبل، بريدكت يعني حاجه اقدر اتوقع ان الانتيبيوتيك ده مش هيعرف ان هو ايه يشتغل عليها، ماشي. يبقى دي اللي هي النون جيناتيك. زي يبقى زي ما انا عارف ان القطه مش هتعرف تروح البحر عشان تصطاد السمك من جواه، نفس الفكره كده بالظبط، عارف ان الانتيبيوتيك ده مش هيعرف ان هو يشتغل على البكتيريا دي، ماشي. يبقى دي بتكون ناتشرال ريزيستنت، ماشي. طيب وبرضه في بقيه البكتيريا التانية احنا كنا بنيجي نتكلم نقول مثلا في انتيبيوتيك بيشتغل على الجرام بوزيتيف بس، في انتيبيوتيك بيشتغل على الجرام نيجاتيف بس. اشمعنى؟ لان احنا اتفقنا ان التارجت بتاعه موجود في الاورجانيزم ده لكن مش موجود في الايه، في التاني، ماشي. فعشان كده دي بتكون كلها نون جيناتيك اوريجين، ماشي. طيب الحاجات بقى الجيناتيك اوريجين، قال لك دي بتكون حاجات اكوايرد. يعني افترض مثلا الطبيعي ان جيري بيجري من توم، لكن في حاجات او حاجات جيناتيك اكتسبها جيري فخليته يعرف ان هو يرد على ايه، توم، ويبقى اقوى منه. فهو نفس الفكره كده بالظبط، انت عندك الطبيعي ان الانتيبيوتيك ده كنا بنديه للانفكشن الفلاني كان بيستجيب، لكن بعدين البكتيريا عملت شويه حاجات في الجينات بتاعتها خلتها تبقى ريزيستنت للايه، للانتيبيوتيك الفلاني. وضربنا مثال على كده، كنا بنقول ان احنا عندنا البكتيريا لما قسمنا السيل وول انهبيتور كان من ضمن عيله البيتا لاكتامز، وقسمناها لاي حاجه بتتكسر بالبيتا لاكتاميز وحاجات ما بتتكسرش بالبيتا لاكتاميز. طب البيتا لاكتاميز ده ايه؟ قال لك ان الاستاف، بكتيريا اسمها استاف او ستافيلوكوكس، كانت في الاول بتستجيب عندنا لايه، للبيتا لاكتامز، ماشي، او لعيله البنسلين. بعد كده بدات تطلع حاجات في الجينات بتاعتها بتكود عندي لانزيم اسمه بيتا لاكتاميز انزيم. البيتا لاكتاميز انزيم بيكسر البيتا لاكتام رينج اللي موجوده في الايه، اللي موجوده في البنسلين، فبالتالي بقت بتقاوم الدواء ده. يبقى هو ما كانش موجود معاها اول ما اتولدت البكتيريا دي في الاول، لا دي حاجه اكتسبتها بعد ما تعرضت للايه، للانتيبيوتيك. بقى لازم اول حاجه تتعرض للانتيبيوتيك بعد كده تكون ضده ريزيستنت، لكن دي كانت ريزيستنت ليه من الاول قبل ما تتعرض ايه، قبل ما تتعرض ليه. طيب هنبدا اول حاجه عندنا بي النون جيناتيك ريزيستنت، او الاسم التالي هي ناتشرال ريزيستنت او انهيرتد ريزيستنت بتاعت البكتيريا. طيب كل كلمه منهم ليها معنى. نون جيناتيك يعني مش بتيجي عندنا من الايه، من الجينات، والجينات في البكتيريا عباره عن ايه، يا اما الكروموسوم يا اما الحاجات اللي كسر الكروموسوم اللي كانت الايه، اللي كانت البلازميد، فهي نون جيناتيك. ناتشرال يعني هي مولوده اصلا بيها البكتيريا. انهيرتد يعني لما البكتيريا بتعمل باينري ديفيجن بتورثها كمان لايه، لابنائها، ماشي، فهي اصلا موجوده اصلا فيهم. قال لك ان هي بتكون innate property of a of bacteria، عشان كده احنا قلنا ان هي natural، وقلنا ان هي كمان predictable. زي ما احنا ضربنا مثال اول حاجه عندنا اللي هي المايكوبلازما، المايكوبلازما ما فيهاش ايه، ما فيهاش سيل وول، ماشي. فانا لو اديتها سيل وول انهبيتور طبيعي مش هيشتغل، دي حاجه انا متوقعها او متنبئ بيها قبل ما اديها، ماشي. فهو نفس الفكره كده بالظبط. فقال لك ان انت عندك النون جيناتيك ريزيستنت تحصل مثلا لاكتر من حاجه. مثال على كده، اول حاجه absence of target structure زي ما احنا ضربنا المثال في الايه، في المايكوبلازما، او موجود permeability barrier في السيل انفلوب. لما احنا درسنا الجرام نيجاتيف بكتيريا كنا بنقول ايه، كنا بنقول ان موجود في الاستراكشر بتاع حاجه اسمها بورينز. البورينز دي كانت بتعدي الحاجات او عباره عن قنوات بتعدي الحاجات عشان تخش عندي للبكتيريا ايه، تخش عندي للبكتيريا جوه. طيب فاحنا لو ضربنا مثال مثلا ان احنا عندنا باب، ماشي، وفي حد ما عرفش يعدي منه،
ده ممكن ينتج عندي لزيجة لسبب من سببين، يا إما الباب هو اللي صغير يا إما الشخص هو اللي كبير. فهو نفس الفكرة كده بالظبط، أنت عندك السودوموناس أريجينوزا في عندها كومبلكس سيلول بيكون مضيق الأبواب اللي بتخش منها الإيه الأنتيبيوتيك، فالأنتيبيوتيك مش كبير لكن الأبواب هي اللي إيه اللي صغيرة. طيب عندك بقى أحيانا في عندنا نوع من الانتيبيوتيك كنا واخدينه عيله الجلايكوبيبتايد، عيله الجلايكوبيبتايد كانت من الايه؟ من السيل وول انهبيتور. عندنا امثله عليها زي مين؟ زي الفانكومايسين والتيكوبلانين، ماشي؟ دول كانوا هم اصلا اللي كبار، فعشان كده مش عارفين يعدوا عندي من الايه؟ من البورينز اللي موجوده في الاوتر ميمبرين بتاعت الايه؟ بتاعت الجرام نيجاتيف بكتيريا، ماشي؟ يبقى احنا عندنا حالتين، البورينز دي عباره عن ابواب، ماشي؟ يا اما السودوموناس ارجينوزا هي اللي مصغره الباب بتاعها، فبالتالي دي من وسائل الريزيستنس بتاعت الايه؟ بتاعت البكتيريا، ماشي؟ او ان الانتيبيوتيك هو اللي كبير فعشان كده مش عارف يعدي عندي من البورينز، يعني البورينز مش هي اللي مصغراها، او مش جرام نيجاتيف هي اللي مصغراها، هي في حجمها الطبيعي، ماشي؟ مش شبه السودوموناس ارجينوزا، هي الابواب في حجمها الطبيعي، لكن الانتيبيوتيك ده هو اللي ايه؟ هو اللي كبير، فعشان كده مش عارف يعدي عندي من الابواب ده. فعشان كده لما كنا بنتكلم اصلا في السبيكتروم بتاع الجلايكوبيبتايد كنا بنقول ان هي ما بتشتغلش عندي غير على ايه؟ على الجرام بوزيتيف بس، ما بتشتغلش على الجرام نيجاتيف خالص، ماشي؟ يبقى ممكن يكون الانتيبيوتيك هو الكبير، او ممكن تكون البكتيريا هي اللي مضيقه الايه؟ مضيقه الابواب زي السودوموناس اريجينوزا، ماشي؟ المعلومه دي كانت موجوده في المحاضره اللي فاتت، كانت مكتوبه واحنا فوتناها، يعني مش فوتناش، فوتناها قصدي عشان نجيبها في المحاضره ديت، ماشي؟ بحيث ان احنا نكون مربطين الموضوع بشكل اسهل، ماشي؟ طيب ممكن يكون مثال تاني من الحاجات النون جيناتيك، عندك ان انت عندك الاورجانيزم يكون ميتابوليكالي ان اكتف او نون مالتي بلاينج. بص يا جماعه، كنا خدنا في المحاضره اللي فاتت حاجه اسمها ايه؟ يعني كنا واخدين في الانتي تيوبريكولاس دراج كان بيشتغل عندي على الليتنت مايكو بكتيريا. فانت عندك المايكو بكتيريا لما بتقوم جايه داخله عندك جوه، بتقوم جايه داخله مثلا قاعده في البلد شويه، وبعد كده بتقوم جايه رايحه انترا سيلولار. انترا سيلولار يعني ايه؟ يعني بتقوم جايه داخله عندي جوه خلايا، خلايا زي مين؟ اللي هي خلايا المناعه اللي هي الماكروفيج. بتقوم جايه داخله وقاعده جواها وما بتنقسمش، بتبقى قاعده وكاتمه نفسها. عارف شبه ايه؟ يعني مثلا واحد بيهرب، مثلا بتشوف دايما في الافلام وكده، واحد جاي يهرب من الشرطه فراح جاي غاطس في الميه، وراح جاي تحت الميه كاتم نفسه عشان ما ايه؟ ما يطلعش فقاقيع كده، فبالتالي الناس يقفشوه. هو نفس الفكره كده بالظبط، المايكرو بكتيريا راح جايه غاطسه جوه الماكروفيج وكاتمه نفسها جوه، يعني ايه؟ يعني ما بتنقسمش. اللي بيفضح دايما البكتيريا هو الايه؟ هو الانقسام. فبالتالي لما ما بتنقسمش كان الانتيبيوتيك ما بيعرفش ان هو ايه يشتغل عليه. حتى احنا قلنا ان احنا كان عندنا انتيبيوتيك معين هو ده بس اللي بيشتغل على الايه؟ على الليتنت مايكوبكتيريا اللي هو البايريزينامايد، ماشي؟ تعالوا كده نقرا الكلام مع بعض. قال لك ان انت عندك من ضمن الحاجات اللي بتكون نون جيناتيك ريزيستنت، اللي هي ان انت عندك اللي هي مثال المايكوبكتيريا بتكون ميتابوليك ان اكتف، يعني ايه؟ نون مالتي بلاينج. بتقعد كده قد ايه؟ بتقعد عاده في التيشو، اتفقنا، في الماكروفيج، تقعد قاعده فتره ايه؟ فتره طويله، وما بتنقسمش ولا ايه؟ ولا بتزيد في العدد. واحنا كنا اتفقنا احنا عندنا الانتيبيوتيك كانت ايه؟ كان قسمين، يا اما بكتيريا ستاتيك يا اما بكتيريا سايدل. البكتيريا سايدل كان لازم يشتغل على ايه؟ على البكتيريا اللي بتنقسم، فبالتالي هي ما بتنقسمش، فبالتالي البكتيريا سايدل مش عارف يشتغل عليه. والبكتيريا ستاتيك والبكتيريا ستاتيك مش بيموتها، لا ده بيوقف الديفيجن. طب هي اصلا ما بتنقسمش، فبالتالي هي ما بتموتش عشان هي بتكون ايه؟ نون مالتي بلاينج. هي حربت البكتيريا ستاتيك والبكتيريا سايدل. وزي ما احنا اتفقنا الدواء الاساسي اللي بيشتغل ليها هو مين؟ هو البايريزينامايد. البايريزينامايد هو اللي كان بيشتغل بس على الليتنت مايكو بكتيريا. طيب كده احنا خلصنا اول جزء معانا اللي هو الناتشرال ريزيستنس او الانهيرتد ريزيستنس. هنتكلم بقى دلوقتي على الجيناتيك او الريزيستنس اللي هي من جيناتيك اوريجين. جيناتيك اوريجين اتفقنا يا اما يكون ايه؟ دي ان ايه، يا اما يكون ايه؟ يا اما يكون بلازميد، ماشي؟ واتفقنا الحاجه دي بتكون اقوى، يعني لازم تتعرض اول حاجه للانتيبيوتيك وبعد كده يتكون ضده ايه؟ تكون ضده ريزيستنس. فقال لك ان انت عندك ان الاورجانيزم في الجيناتيك اوريجين بيفقد السسبتابيلتي بتاعته بعد ما انا او بعد ما هو اتعرض للايه؟ للانتيبيوتيك. انا اديته الانتيبيوتيك بعد كده حصلت فيه حاجه خليته ريزيستنت للايه؟ للانتيبيوتيك. فدي الجيناتيك اوريجين. طيب الجينات في البكتيريا كنا اتفقنا، خدنا في محاضره البكتيريا الجيناتيك هو الدي ان ايه بتاع البكتيريا. بيتقسم عندي لثلاث حاجات، اولا كروموسومال، وعندنا حاجات بتكون اكسترا كروموسومال. اكسترا كروموسومال زي ايه؟ زي البلازميد. وعندنا حاجه اسمها ترانسميسابل اليمنت. ترانسميسابل اليمنت يقوم جاي ناقل حته مثلا من الكروموسوم يوديها عندي للايه؟ للبلازميد، او ياخد حته من الكروموسوم يوديها لمكان تاني في الايه؟ في الكروموسوم، ماشي؟ يبقى احنا كنا قلنا في ثلاث حاجات عندنا، كروموسوم، بلازميد، وترانسميسابل اليمنت. طيب قال لك ان احنا بقى بنقسمها على اساس كده الى حاجتين، حاجات كروموسومال ريزيستنت وحاجات بيكون اكسترا كروموسومال ريزيستنس. كروموسومال ريزيستنت يعني حصل ايه؟ حصل ميوتيشن في الكروموسوم بتاع الايه؟ بتاع البكتيريا. احنا اتفقنا الميوتيشن ممكن تبقى ايه؟ حاجه من ثلاث حاجات، ممكن تبقى انسيرشن دخلنا قواعد نيتروجينيه، ممكن تكون ديليشن مسحنا قواعد،
غيرنا في التركيب بتاع الجينات، او ممكن يبقى ايه سبستيتيوشن تبديل، ماشي؟ يعني كان في قاعده نيتروجينيه معينه بدلناها بايه، بدلناها بواحده تانية، نتج عن كده ميوتيشن. الميوتيشن دي لما جت تعمل او تكود عندي البروتين جديد، البروتين الجديد ده بقى مسؤول عن الايه، او غير في التركيب بتاع الخليه، فبالتالي خلاها تبقى ريزيستنت للايه، للانتي بيوتيك. يبقى الكروموسوم ريزيستنت تحصل نتيجه ايه، سبونتينيوس ميوتيشن، ماشي؟ حصلت في البكتيريا خلتها ريزيستنت للايه، للانتي بيوتيك. يبقى دي كروموسومال. طب الاكسترا كروموسومال بتحصل عندنا في الحاجتين الباقيين اللي هما ايه، بلازميد وترانسبوزن. الترانسبوزن هو ترانسميسبل ايه، اليمنت، ماشي؟ بلازميد يا ترانسميسبل. كنا بنقول اصلا من الوظائف بتاعت البلازميد لو انتوا فاكرين، كنا بنقول هو بيكون عندي للسكس بيلس، وكان بيشيل برضو الجينات بتاعت الايه، وكان في بعضهم بيشيلوا الجينات بتاعت الانتي بيوتيك ريزيستنت، فممكن ان هو ينقلها برضو من بكتيريا يروح يوديها لبكتيريا تانية. يعني نفترض مثلا جزء من البكتيريا ستريم منها كريزيستنت للانتي بيوتيك، ماشي؟ بدأ ينقل، يعني مثلا نفترض الاستاف، الاستاف فيها البلازميد اللي بيكون عندي للايه، للانتي بيوتيك ريزيستنت، ماشي؟ فراح الجايه استاف مثلا ستريم معين نقلها لاستاف تانية، ماشي؟ ما عندهاش الاسترين ده، فبقت الاثنين او الاسترين ده او الاسترين ده هما الاثنين بقوا ريزيستنت للانتي بيوتيك. والحاجه دي بنسميها لما بتنقل كروموسوم من حته لحته اللي هو بالبلازميد دي، الحاجه دي كنا بنسميها ايه، بنسميها كونجيوجيشن، لو انتوا فاكرين في محاضره الايه، محاضره البكتيريال جيناتكس، ماشي؟ يبقى اكسترا كروموسومال بلازميد وايه، ترانسبوزون. كروموسومال سبونتينيوس ميوتيشن، ماشي؟ طيب هنتكلم عن كل واحده منهم بالتفصيل. نبدا اول حاجه عندنا بالكروموسومال ريزيستنت. قال لك ان انت عندك السبونتينيوس ميوتيشن دي ما بتحصلش بالبساطه اللي انتم متخيلينها، ان انا اقوم جاي رايح مدي الشخص الانتي بيوتيك تقوم جاي البكتيريا اه ده انتي بيوتيك يعمل ايه دلوقتي، انا اعمل سبونتينيوس ميوتيشن. لا، الموضوع مش بالبساطه دي. يعني الموضوع عباره عن ايه، ان هو الفريكونسي بتاعته بتحصل ايه، من 10 اس سالب 8، يعني 0.00000 عد 8 اصفار وبعد كده احط في الاخر ايه، 1، لحد 10 اس سالب 12 اللي هو اضرب برضه 0.000 وعد بقى الاصفار، ماشي؟ تخيل النسبه بتاعتها دي بتكون قد ايه، فهي بتكون حاجه ايه، حاجه انفريكوينت، مش زي ما احنا ايه، مش زي ما احنا متخيلين، لكن ما زال يعني في امكانيه ان هي ممكن ايه، ممكن تحصل، ماشي؟ يبقى دي بتاعت السبونتينيوس ميوتيشن. طيب السبونتينيوس ميوتيشن بيكون تحتها حاجتين او مثالين. عندك ان السبونتينيوس ميوتيشن دي يحصل نتيجه ليها تغير في التارجت ستراكشر اللي كان بيشتغل عليه الانتي بيوتيك، او يغير في ميتابوليك باثوي هو كان محتاجه، ماشي؟ طيب نبدا اول حاجه بالتغيير في الالتر، يعني يغير اللي هو التارجت ستراكشر بتاع الدراج ازاي. قال لك ان احنا مثلا نفترض ان احنا عندنا الامينو جلايكوزايد. الامينو جلايكوزايد كانت من العيله اللي بتشتغل عندي على الايه، كانت بروتين سينثيسيس انهبيتور، كانت بتشتغل عندي على ال 30 اس سب يونت، ماشي؟ طب الامينو جلايكوزايد كانت بتخش عندي جوه البكتيريا وتقوم جايه داخله عندي على ال 30 اس وتقوم جايه قاعده عليها، قاعده على ايه، قاعده على ريسبتور مثلا، ماشي؟ فقال لك ان انا عندي حصل سبونتينيوس ميوتيشن. سبونتينيوس ميوتيشن دي غيرت في التركيب بتاع الجزء اللي هو السابيوني بتاع ال 30 اس، فبالتالي بقى الامينو جلايكوزايد مش عارف ان هو يقعد في الايه، في المكان بتاعه، لان احنا غيرنا التركيب بتاع ال 30 اس، ماشي؟ طيب ممكن عندك واحد تاني هو الاريثروميسين. الاريثروميسين كان من عيله الايه، كان من عيله الماكروليتس، ماشي؟ كان بيشتغل على ال 50 اس، فقال لك ان انت عندك برضه حصل سبونتينيوس ميوتيشن غيرت في التارجت ستراكشر اللي بيشتغل عليه ايه، الاريثروميسين اللي هو ال 50 اس، فبالتالي بقى الاريثروميسين مش عارف يقعد على الايه، ال 50 اس ويشتغل عليها ويقوم جاي عامل لها ايه، عامل لها انهبيشن، ماشي؟ طيب ممكن برضو من الحاجات اللي بتغير في الاستراكشر زي مثلا كنا بنقول البنسلين. البنسلين كان لما بيجي يشتغل بيشتغل ازاي، او عيله البيتا لاكتام عموما كانت بتمسك عندي في البنسلين بايندنج بروتين، ماشي؟ طيب البنسلين بايندنج بروتين ده كان عباره عن ايه، عباره عن انزيم اصلا، كان هو ترانس بيبتايديز انزيم. فقال لك ان انت احيانا برضو ممكن يحصل كونتينوس ميوتيشن تغير السايت بتاعه وتغير فيه اللي هو الترانس بيبتايديز انزيم، تغير فيه فبالتالي تغير المكان بتاع الايه، بتاع البنسلين بايندنج بروتين، فيجي البنسلين يمسك ما يعرفش ان هو ايه، ما يعرفش ان هو ما يمسك، فالريزيستنت للبنسلين نتيجه ليه ان احنا غيرنا في الاستراكشر بتاع البنسلين بايندنج بروتين. يبقى اول ميكانيزم ان التارجت اللي كان بيشتغل عليه الانتي بيوتيك اتغير، ماشي؟ نتيجه لايه، نتيجه للسبونتينس ميديشن كروموسوم ريزيستنت. تاني ميكانيزم عندنا ان هو يغير في ميتابوليك باثوي. طيب مين العائله اللي كانت بتشتغل عندي على الميتابوليزم بتاع البكتيريا، كان اسمها بكتيريال ميتابوليزم انهبيتور او انتي فوليت دراج. طيب كنا بنقول ان احنا عندنا الفوليك اسيد بتحتاجه عندنا البكتيريا، لكن في الانسان كان بيجيب الفوليك اسيد جاهز من ايه، من بره، لكن البكتيريا بتصنعه، فبالتالي احنا كنا العيله ديت اللي هي انتي فوليت دراج كانت بتنهب، بتعمل انهبيشن للايه، للانزيمات اللي كانت ايه موجوده. يعني احنا كنا في السلفونامايد مثلا كان اس مع اس، كنا بنقول ان هو بينهبت
داي هيدروفوليك اسيد سينسيتيز، وكان التاني اللي هو الترايمثبريك كان بينهبت اللي هو داي هيدروفوليك اسيد ريدكتيز، ماشي، فكان بيمنع اللي هو التكسير بتاع الايه البابا، ماشي، اللي هو بار امينو بنزويك اسيد، فكان بيمنع اللي هو ايه ان هو يتكسر، فبالتالي يصنع في الاخر ايه فوليك اسيد، فبالتالي مش هيتصنع بيورين، فبالتالي مش هيتصنع في الاخر ايه دي ان ايه، ماشي، فبالتالي ما كانش بتعرف البكتيريا ان هي ايه تشتغل، وكانت بتقف. فقال لك ان انت عندك في شويه مايكرو اورجانيزم او شويه بكتيريا من اللي كانوا بيشتغل عليهم الانتي بيوتيك دول غيرت الميتابوليك باثوي ده ازاي. قال لك ان احنا مش الانسان ما كانش بيصنع اصلا فوليك اسيد وكان بياخده جاهز من بره، ما نعمل شبه الانسان اقوم جاي واخد الفوليك اسيد كمان جاهز من ايه جاهز من بره، فتبدا البكتيريا تغير تعمل سبونتينيوس ميوتيشن عندها في الكروموسوم بتاعها، فينتج عن ذلك ان هي خلاص استغنت عن البصوي ده وبقت بتاخد شبه الانسان الفوليك اسيد جاهز من ايه من بره، فبالتالي تديها الدواء ده خلاص هو عمل انهبيشن للتصنيع بتاع الفوليك اسيد بواسطه البكتيريا، فهي عوضت نفسها ان بقت بتاخد الفوليك اسيد ده جاهز من ايه من بره، ماشي. يبقى دي حاجات كروموسومال، يبقى الكروموسومال تغير في التارجت ستراكشر او تغير في الميتابوليك باثوي، دي كل الحاجات دي بتكون ايه كروموسومال، لان يعني ممكن يسالك في الام سي كيو دي كروموسومال ولا اكسترا كروموسومال، يبقى الاثنين دول كروموسومال هما باللون الاحمر، ماشي. طيب الاكسترا كروموسومال قال لك دي بتحصل ازاي، اتفقنا ان هي بتحصل عندي نتيجه لحاجه من حاجتين، نتيجه ترانسميسابل ايليمنت اللي اسمه بتاعه ترانسبوزون او نتيجه لبلازميد، واشهر حاجه اللي هو الايه البلازميد. قال لك ان انت عندك في شويه بكتيريا او مايكرو اورجانيزم البلازميد فيها بيكود عندي الانزيم بتكسر عندي اكتيف ايه اكتيف دراج، واشهر مثال على كده احنا قلنا اوريدي اللي هو البيتا لاكتاميز، ماشي. فقال لك ان انت عندك في تقريبا 90% من الستاف بتكون ريزيستنت للبنسلين جي، ولانها بتطلع ايه بيتا لاكتاميز بيقوم جاي مكسر الايه مكسر الدراج، ماشي. طيب ناخد مثال تاني، قالك ان انت عندك في برضو بكتيريا بتكون ريزيستنت للامينو جلايكوزايد، وخصوصا ان هي بتطلع ادينايليتنج وفوسفوريليتنج واسيتايليتنج انزيم، الانزيم دي كلها بتقوم جايه مكسره الايه مكسره الامينو جلايكوزايد. يبقى الامينو جلايكوزايد عندنا ميكانيزمين للريزيستنت بتوعه، عندنا واحده بتكون كروموسومال زي ما احنا قلنا اللي هو التغير في الاستراكشر زي ما احنا اللي هو اشتغلنا على الثلاثين اس، او حاجات بتكون اكسترا كروموسومال ان احنا في انزيمات طالعه اللي هو ادينيليتنج وفوسفوريليتنج اسيتيليتنج انزيم، كل الانزيمات دي راح تجي مكسره الايه الامينو جلايكوزايد. طيب عندك برضو في شويه بكتيريا بتكون ريزيستنت للكلورامفينيكول ازاي، قال لك ان انت عندك في البكتيريا دي بيكون فيها بلازميد، البلازميد ده بيكون عند الانزيم اسمه ايه اسمه كلورامفينيكول اسيتايل ترانسفيريز، فالانزيم ده هيعمل انهيبيشن ليه الكلورام فينيكول. يبقى انت لازم تعرف اسامي الانزيمات انه ممكن ايه ممكن يسالك في ستايل ترانسفيرز ده بتاع الايه بتاع الكلورام فينيكول، ماشي. عندك البيتا لاكتاميز ده بتاع البنسلين جي، الادينيليتنج والسوروليتنج والاسيتيليتنج ده بتاعه الايه بتاعه الامينو جلايكوزات. يبقى الحاجات دي من الانزيمز اللي بتكسر عندي اكتيف ايه اكتيف دراج، اللي هي اصلا من ضمن الاكسترا كروموسوم ريزيستنت مش من الكروموسوم. طيب من ضمن الميكانيزمات برضو ان في مايكرو اورجانيزم بيكون عندها بلازميد، البلازميد ده برضو بيكون عندي الايه بيكون عندي الانزيمز، الانزيم دي بتحدد عندي الترانسبورت بتاع الايه بتاع الانتي بايوتيك، يعني ازاي يعني بتقلل البرميابيليتي بتاعتها، بتقلل ان الدراج يقوم جاي داخل جوه بواسطه حاجه من حاجتين، ماشي. ممكن الانتي بايوتيك ما يخشش اصلا من الاساس، يعني الانزيمات دي تمنع الدخول بتاعه، او ان هو لما يخش يوم جاي طالع بسرعه فبالتالي ما يلحقش ان هو ايه ما يلحقش ان هو يعمل الاكشن بتاعه، يبقى هو يا اما ما دخلش خالص يا اما غادر الخليه بسرعه بواسطه افليكس بامب، افليكس يعني طلع ايه طلع لبره، فبالتالي مش هيعرف يخش عندي جوه البكتيريا ويعمل الانهيبيتوري كونسنتريشن بتاعه. احنا بنفترض ان هو عشان يخش يقتل انتي بايوتيك محتاج مثلا 10 او 10 وحدات من الانتي بايوتيك ده، فبالتالي انت كل ما تخش وحده تقوم جايه مطروده، تقوم جايه داخله واحده تقوم جايه ايه تقوم جايه مطروده، فبالتالي مش هنعرف نكمل 10 وحدات جوه، فبالتالي مش هنعرف نقتل الايه البكتيريا. طب الامثله على كده عندك التترا سايكلين والامينو جلايكوزايد، وعندك كمان البوليميكس كلهم بيحصل لهم ريزيستنت بواسطه ايه بواسطه ان البرميابيلتي بتاعه الدراج بتقوم جايه ايه بتقوم جايه قله، ماشي. يبقى احنا عندنا حاجات كروموسومال وحاجات اكسترا كروموسومال. كروموسومال زي تغير في الاستراكشر او تغير في ميتابوليك باثوي، عندنا الحاجات التانية اللي هي اكسترا كروموسومال بيكون نتيجه للايه البلازميد او الترانسبوزون، وبيطلع عندي انزيم، الانزيم دي يا اما تكسر الدواء يا اما ايه تقلل الترانسبورت بتاعه، ماشي. طيب هنتكلم بقى دلوقتي عن شويه ديفينيشنز مهمين جدا معانا. عندنا اول حاجه في حاجه اسمها هاي ليفل ريزيستنس، عندنا حاجه اسمها لو ليفل ريزيستنس، وعندنا كروس ريزيستنس. طيب نتكلم اول حاجه عن اللو ليفل ريزيستنس، قال لك ان انت عندك فيه شويه يعني بكتيريا لو انا رحت جاي مزود الدوز بتاعه الانتي بايوتيك تقوم جايه ايه الريزيستنس دي رايحه ازاي، يعني واحد كان عنده انفكشن فلاني اديته الانتي بايوتيك ما استجابش، زودت الدوز بدا ان هو يستجيب، الحاجه دي بنسميها ايه لو ليفل ريزيستنس، ماشي. طيب وطبعا لما بزود دوز بزودها ويز الليمت، في حاجات مثلا انا زودت الدوز قوي احنا عارفين الادويه عباره عن سوء منافع، لو انا زودت
الدوز قوي هتزيد برضو الادفرس افكت بنفس الفكره، يعني زي ما انا بستخدمه عشان اوفر كام ريزيستنت برضو ممكن ازود الادفرس افكت ماشي. فعندي حدود للتزويد بتاع الايه بتاع الدوز ماشي. طيب المثال على كده ايه؟ الحاجات اللي بتحصل سبونتينيوس ميوتيشن وتغير في التارجت ستراكشر بتاع الايه بتاع البكتيريا ماشي. هي كانت كروموسومال ماشي، الحاجه دي لو انا زودت فيها الدوز في الحاله ديت تقدر ان هي اوفر كام الايه اوفر كام ريزيست. وده بيحصل عندنا في الحاجات اللي بتحصل نتيجه الايه نتيجه السبونتينيوس ميوتيشن اللي هي الحاجات الكروموسومال، زي مثلا ايه زي مثلا اللي هو ان احنا غيرنا في التارجت ستراكشر. احنا اتفقنا مثلا في مثلا نفترض بنسلم، البنسلم بيشتغل على بنسلم بايندينج بروتين اللي موجود على الايه على السيلول، فاحنا غيرنا في التركيب بتاعه شويه لما حصل سبونتينيوس ميوتيشن بس لسه شبهه ماشي. فانا لما بزود الكميه بتاعت الدراج كاني بجبر الدواء او كاني بزقه ان هو ايه ان هو يخش. عارفين الجزمه بتاعت سندريلا؟ نفس الفكره كده بالظبط. فاكرين لما الحذاء بتاع سندريلا وقع وجم بقى يدوروا مين بقى اللي معاه الحذاء وما اعرفش ايه، لان مفيش ولا واحده في المنطقه كلها تقدر او عندها نفس مقاس الرجل. فلما راحوا عند بنات مرات ابوها، واحده منهم قعدت تحشر في الجزمه تحشر في الجزمه تحشر في الجزمه عشان ايه؟ عشان تدخلها بالغصب. طيب دي اللو ليفل ريزيستنس. طيب عندنا حاجه تانية اسمها هاي ليفل ريزيستنس. هاي ليفل ريزيستنس ما اقدرش ان انا اوفر كام ريزيستنس بوصل ان انا ازود الايه الدوز. ودي الحاجات اللي بتكون انزايم ميديتد اللي بتكسر عند الدواء، لما يكون في انزايم تكسر الدواء زي مثلا اللي هو البيتا لاكتاز ما اعرفش ان انا اوفر كام ريزيستنس بواسطه ان انا ازود الدوز، لان انا كل ما بدي دوز جديده الانزايم بيكسر، عادي دوز جديده الانزايم ايه بيكسر ماشي. طيب عندنا حاجه تانية اسمها كروس ريزيستنس. كروس ريزيستنس يعني ايه؟ يعني ان انا لما بيكون في انتي بايوتيك يعني حصل له ريزيستنس بواسطه البكتيريا، كمان الناس التانيين اللي من عائلته هم برضه هيحصل لهم نفس الفكره. يعني نفترض مثلا عندك اللي هو الاريثروميسين ماشي، الاريثروميسين ده من عيله الايه من عيله الماكروليتس ماشي. طيب لو حصل له ريزيستنس بواسطه البكتيريا، لما يجي اخوه تاني اللي هو الاولندامايسين ما اروحش اقول لا الاريثروميسين مش هيشتغل اروح اديله اولندامايسين، ما الاولندامايسين برضه يا ذكي من نفس العيله، لو دخل ليه البكتيريا هتتعامل معاه برضه نفس الايه نفس التعامل، فانا لازم اديله دواء تاني ميكانيزم تاني ماشي. طب احب اضرب لك مثال ماشي، حد مثلا نفترض ان هو حرامي ماشي ودخل البيت بتاعك قبل كده وسرقه ماشي، وانت عارف ان عيلته برضه كلها ايه كلها حراميه، لقيت واحد من عيلته تاني جاي يخبط على الباب بتاعك هتفتح له؟ طبعا لا مش هتفتح له. ليه؟ لان انت عارف ان هو حرامي وعيلته برضه حراميه، انت البكتيريا عارفه ان ده في الاول جه وقتل اخواتها، فبالتالي اخوه اللي هيخش برضه هيقتلهم، نفس الفكره يعني ماشي. طيب عندك برضه هو بوليميكزين بي وبوليميكزين ايه، نفس الفكره، هما الاثنين من عيله الايه السيمبرين انهبيتور ماشي. عندك اللي هو النيومايسين والكالامايسين من عيله الامينوجلايكوزايد ماشي. لو في ان لو في ريزيستنت لواحد منهم هيكون في ريزيستنت برضه للايه للتاني، دي اسمها كروس ريزيستنس ماشي. طيب اخر نقطه بقى عندنا اللي هو الكنترول اوف دراج ريزيستنس. احنا اتفقنا ان الموضوع عباره عن ايه، عباره عن حرب. احنا اتفقنا ان الموضوع عباره عن حرب، انت بتحارب البكتيريا والبكتيريا بترد عليك، انت تحارب وهي ترد عليك، انت تحارب وهي بترد عليك. طيب انا ازاي احاول اقوي الصف بتاعي واضعف الصف بتاع البكتيريا؟ قال لك اول حاجه ما تظهرش كل اسلحتك بدري. ازاي يعني ما توصفش كل يعني ما توصفش انتي بايوتيك على الفاضي والمليان؟ يعني يعني في ناس مثلا يبقى عندها يعني عندها نزله البرد مثلا تلاقيها بتوصف لها انتي بايوتيك ماشي، هي ناس مثلا عندها حاجه ضعيفه تموت باضعف انتي بايوتيك تلاقيك كاتب لها انتي بايوتيك قوي جدا، فانت بتظهر كل اسلحتك، فبالتالي انت بتدي فرصه للبكتيريا ان هي تكون ريزيستنت ضد الانتي بايوتيك ده ماشي. الدول القويه دايما بتخفي اسلحتها، بتسيب الكل يسرح ايه يسرح في خياله، ده عندها وعندها وعندها، وممكن يكون عندها اكتر وممكن يكون عندها اقل، فهي نفس الفكره. فانت ما تظهرش كل اسلحتك للايه للبكتيريا، ما توصفش الانتي بايوتيك على الفاضي وعلى المليان. يعني انت عندك هنا في مصر الانتي بايوتيك ممكن تروح تاخدها من الصيدليه عادي، في مثلا في دول تانية مثلا زي في السعوديه وكده لا لازم الانتي بايوتيك ما بتتوصفش غير بايه بروشته، معاك روشته تاخد انتي بايوتيك، ما معاكش ما بتتوصفلكش، ولو وصف لك الصيدلي واداك انتي بايوتيك من غير روشته في الحاله دي ممكن ايه ممكن يتحاسب ماشي، وبتوصل لغرامات الحياه كبيره جدا. لكن عندنا في مصر الموضوع ايه الموضوع سايف، عشان كده بتلاقي الايه الناس تيجي تجرب فيهم اللي هو الانتي بايوتيك تشوف هيبقى يستجيب لاي واحد، تلاقي كل الانتي بايوتيك مش راضي يستجيب معاه ماشي، ومستقبلا ممكن ما تلاقيش ولا انتي بايوتيك اصلا ايه اصلا نافع ماشي. فالحاجه دي بتكون معاناه كبيره. طيب من ضمن برضو الحاجات ان انت مثلا لما الدكتور يقول لك خد الدواء ده مثلا لمده اسبوع او لمده مثلا شهر اللي هو الانتي بايوتيك الفلاني، لازم تكمل المده اللي قال لك الدكتور عليها، ما ينفعش مثلا لما انت تتحسن تقوم جاي سايب الدواء. ليه؟ نفترض مثلا ان عدد البكتيريا اللي بتعمل الديسيز 500 ماشي، وانت عدد البكتيريا اللي موجوده في جسمك 1500 ماشي، فانت الدكتور اداك دواء اللي هو انتي بايوتيك وقال لك ايه وقال لك خده لمده قد ايه، خده مثلا لمده شهر
ماشي. فانت خدته اول اسبوع وتاني اسبوع، بعد كده خلاص اتحسنت ماشي، لان نفترض مثلا العدد بتاع البكتيريا قل وبقى كام؟ وبقى 300، فبالتالي بقى اقل من اللي هو يعمل ديسيز ويعمل ايه؟ ويعمل اعراض ماشي. فانت لما خدته لمده الاسبوعين الاولانيين خلاص انت اتحسنت واختفت الاعراض ماشي، لكن لسه باقي 300 بكتيريا هم مش عاملين ديسيز، مش عاملين اعراض، لكن لسه موجودين. فالدكتور كان مدي لك شهر كامل عشان يتم تماما القضاء على كل الايه؟ على كل البكتيريا. فانت سمحت لل 300 الباقيين دول ان هم يكونوا ايه؟ موجودين، كانك ما عملتش اباده جماعيه، انت عملت بس اباده لجزء معين، فبالتالي الشويه اللي باقيين شافوا الحرب وشافوا اللي حصل وشافوا الانتيبيوتيك وشافوا العدو اللي قتل ايه؟ اللي قتل اخواته، فبالتالي هيكونوا ضده ايه؟ ريزيست. يبقى انت كده بتسمح للبكتيريا ان هي تشوف السلاح بتاعك، فلما تشوف السلاح بتاعك تكون ضده ايه؟ تكون ضده ريزيست. فانت لازم تلتزم بالمده اللي يقول لك عليها الايه؟ اللي يقول لك عليها الدكتور ماشي. طيب من ضمن الحاجات برضو اللي احنا بنستخدمها، ان احنا ممكن نستخدم عندنا اكتر من دراج مع بعض علشان يمنع ان يحصل ريزيستنت لواحد منهم. اشهر بسرعه كده احنا كنا قلنا اللي هو مين؟ اللي هو ريفامبين. ريفامبين ما ينفعش استخدمه لوحده، لازم استخدمه مع واحد تاني عشان ما يحصلش الريفامبين ده ريزيستنت ماشي. وريفامبين كنا بنقول ان هو بيستخدم في التوبركلوزيس. التوبركلوزيس مثال جميل هيوضح لنا الحته دي. بص، مرض التوبركلوزس من الحاجات يعني اللي كانوا بيستخدموا معاه ادويه كتير جدا، والادويه دي ما بقتش ايه؟ ما بقتش بتنفع، وكل شويه يستخدموا ادويه وتحصل ريزيست. فبقوا بيعملوا ايه؟ بقوا بيستخدموا اربع ادويه مع بعض اللي احنا كنا واخدينهم في المحاضره اللي فاتت ماشي، ايزونيازيد، ايثامبيتول، بايريزينامايد، وايه؟ وريفامبين. بيقوموا جايين مستخدمينهم ايه؟ مع بعض ماشي. بيستخدموا العلاج بتاع التوبركلوز بيوصل من 6 شهور لحد كام؟ لحد سنه. اول 4 شهور مثلا في العلاج، نفترض ان احنا هنعالجه لمده 6 شهور، بنديله في اول 4 شهور من العلاج بنديله الاربع ادويه، وفي اخر شهرين من العلاج يعني اتبقى 6 شهور، اخر شهرين بنديله ايه؟ بنديله دوايين بس. والتيوبركلوزز من الحاجات اللي لازم تكون اندر اوبزرفيشن، يعني من كتر الريزيستنس اللي بتحصل وكده بقوا بيعملوا ان انت لازم تيجي تاخد الدواء قدام الشخص. يعني ايه؟ يعني لنفترض ان انت ما ينفعش تاخد الدواء ده في البيت، لازم الشخص المسؤول عنك في العلاج بتاع الوحده الصحيه او بتاع طب الاسره او بتاع ما اعرفش ايه يكون شايفك وانت بتاخد الايه؟ العلاج، عشان يتاكد ان انت خدت العلاج وما بتفوتش ولا جرعه. ما تجيش مثلا بعد اسبوع تقول له اصل انا ما استريحتش على الدواء، اصل انا تعبت، وكمان الدوله هي اللي بتوفر كمان الدواء ده علشان ايه؟ علشان الشخص ياخده، بحيث ان هو لو نفترض مثلا في ناس مثلا ما بيكونش معاها فلوس ممكن تاخد الدواء مثلا اول شهر وتسيب الشهور اللي باقي، فبالتالي البكتيريا تكون ايه؟ ريزيست. فعشان كده هم بيكونوا عاملين ان انت بتاخد الدواء يكونوا ضامنين ان انت هتاخده ال6 شهور كاملين، بيكونوا بيراقبوك وانت بتاخده، وكمان بيكونوا بيوفره لك بحيث ان انت ما تكونش ليك اي ايه؟ اي عذر، وعشان ما يحصلش برضه ريزيستنت للايه؟ للحاجات. لان لو حصل ريزيستنت للادويه اللي موجوده معانا كده خلاص انت كده ايه؟ هتقعد بقى تجرب حاجات تانيه، وغالبا الحلول التانيه مش هتبقى ايه؟ مش هتبقى نافعه. فانت التيوبركلوزز مثال على الحاجتين دول، ان احنا بندي اكتر من دراج مع بعض عشان نمنع ريزيستنت، وان احنا لازم نلتزم بالمده بتاعت الايه؟ بتاعت الدواء ماشي. طيب اخر نقطه عندنا خالص، قال لك ان انت المفروض واحد مثلا عنده انفكشن فلاني، المفروض ما بديلوش اي انتي بيوتيك واقعد اجرب اشوف هينفع ولا ما ينفعش. لا، انا بقوم جاي ايه؟ واخد من العيان ده، باخد منه عينه. طيب بعد ما باخد عينه، العينه دي على حسب النوع بتاع الانفكشن اللي ايه؟ اللي عنده، بقوم جاي افحص العينه واحطها على كالتشر وتطلع البكتيريا، وبعد ما تطلع البكتيريا اعمل حاجه اسمها انتي بيوتيك سنسيتيفيتي، بقوم جاي حاطط مثلا 5 تقراص من الايه؟ من الانتي بيوتيك ماشي. طيب الخمس تقراص دول طلعني منهم 3 عملوا زون اوف انهبيشن، عملوا زون اوف انهبيشن يعني معناهم ان احنا عندنا البكتيريا دي تقدر تعمل انهبيشن للبكتيريا اللي عند الشخص ده او الانفكشن اللي ايه؟ اللي عنده. طيب بختار الانتي بيوتيك على اساس ايه؟ اي واحد من الثلاثه؟ قال لك بختار من اول النارو سبيكترم، يعني مش احنا خدنا في المحاضره فاتت في حاجات نارو سبيكترم وفي حاجات برود سبيكترم، انا ببدا اول حاجه بالنارو سبيكترم، ببدا بالسلاح الضعيف بتاعي، وبعد كده ببدا احارب البكتيريا بالايه؟ بالسلاح القوي. انا لقيت عندي 3 انتي بيوتيك هم اللي نجحوا، لقيت مثلا منهم 2 نارو سبيكترم واحد برود سبيكترم، هبدا بالبرود سبيكترم؟ لا، انا بوفر البرود سبيكترم لحاجات تانية ايه؟ اقوى، وببدا بالاثنين نارو سبيكترم. طب الاثنين نارو سبيكترم اختار اي واحد منهم اللي عنده سبيكترم اقل منهم، يعني لو واحده منهم بتشتغل مثلا على كل الجرام بوزيتيف، واحده بتشتغل على بكتيريا واحده بس من الجرام بوزيتيف، بدي اللي بتشتغل بس على بكتيريا واحده من الايه؟ من الجرام بوزيتيف. مش انا ببدا باقل اقل اقل سبيكترم، ببدا باضعف سلاح خالص، وبعد كده ببدا بالايه؟ وبعد كده بمشي لحد ما اوصل للسلاح الايه؟ الاقوى، علشان ما اوريش البكتيريا كل ايه؟ كل اسلحتي. يبقى انا بعمل انتي بيوتيك سنسيتيفيتي عشان احدد الانتي بيوتيك اللي انا ايه؟ اللي انا هديه لشخص. ما بديش انتي بيوتيك قوي خلاص، مش الشطاره ان انا ادي بانتي بيوتيك يقضي عليها، مش الشطاره ان انا استخدم اقوى سلاح عندي. يعني ما يعني انت لما بتلاقي مثلا في اي مشكله او اي حاجه مثلا في الدوله، شغب او اي حاجه، بتلاقيهم اول حاجه بيبداوا بالايه؟ بالغاز المسيل للدموع، وبعد الغاز المسيل للدموع يبداوا بالخرطوش، وبعد الخرطوش يبداوا بالنار، وبعد كده بعد النار يبداوا بالحاجات، يعني بيبداوا من الاقل فما الاكثر. فهو نفس الفكره، فانت مش هيكون داخل عليك واحد وعايز مثلا يضربك ولا يعمل حاجه تقوم جاي جايب مدفع وضربه ليه؟ انت ممكن تقوم جاي ايه؟ عامل له غاز مسيل للدموع، عامل له حاجه مثلا تفقده الوعي بس
ماشي. هو الموضوع بنفس الفكره كده، انا ببدا اول حاجه باضعف حاجه ممكن تموت عندي الايه البكتيريا من النارو سبيكترم، وبعد كده بطلع لحد الايه لحد البرود سبيكترم ماشي. وبكده نكون خلصنا المحاضره بتاعتنا النهارده، شكرا ليكم جميعا وبالتوفيق.